عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس دار الثقافة الأهلية، طلاب الصف الخامس الابتدائي. درسنا هنا لهذا اليوم البيئة والصحة في الوحدة الثانية. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريبا من المحسنين. ألاحظ وأستنتج ألف، أتأمل كل صورة من الصور الآتية ثم أدون المطلوب منها في المكان المحدد. الصورة الأولى: العضو المتضرر هنا الأذن، والضرر المتوقع ثقب طبلة الأذن. السبب: استعمال أداة مدببة. الصورة الثانية: العضو المتضرر هنا الأسنان، الضرر المتوقع تسوس الأسنان. السبب: الإكثار من الحلوى. ثلاثة: العضو المتضرر هنا القدم، الضرر المتوقع التلوث القاذورات. السبب: الحفاء في مكان غير نظيف. رقم أربعة: الرأس، الضرر المتوقع صداع. السبب: التعرض للهواء بعد الاستحمام. خمسة: العضو المتضرر هنا العين، الضرر المتوقع ضعف النظر. ثلاثة: السبب: إكثار مشاهدة التلفاز. إكثار مشاهدة التلفاز. ب: أتأمل أعضاء جسمي ثم أكتب ما تذكره من أسمائها: العظام والعضلات والمفاصل واليد والذراع والكتف والرأس والأصابع والقدم، الساق، الفخذ، الأنف، الأذن. هذه من أعضاء جسم الإنسان، والكبد والكلى والأسنان. رقم ثلاثة: أرسم خطا تحت الكلمة المختلفة عن بقية الكلمات في كل مجموعة: ممرض، طبيب، ساعة، مريض. الكلمة المختلفة بهذه الجمل في هذه الكلمات هي ساعة. اثنين: السل، السعال، السقم، الصحة. الكلمة المختلفة هنا الصحة. ثلاثة: الفيتامينات، فقر الدم، سوء التغذية، ضعف المناعة. الكلمة المختلفة هنا هي الفيتامينات. كلمات تدل على صحة الجسم: جلد جديد، وصلابة العظام، ونمو تكبير وبناء العضلات. وكلمات تدل على مرض الجسم: الأجسام الهزيلة، بنيتك ضعيفة، وإصابة ببرد، وشاحب اللون. أضع علامة صح يمين العلامة الذي يفيد الصحة، وعلامة خطأ يمين العلامة التي يضر بالصحة. التمارين الرياضية تفيد بالصحة، وتناول المشروبات الغازية لا تفيد بالصحة، وتأخير وجبة الإفطار لا تفيد بالصحة، والنوم الكافي تفيد بالصحة، وغسل اليدين قبل الأكل تفيد بالصحة، وتناول الفواكه تفيد للصحة، والإكثار من الحلوى